التمرير في المساحة الفاضية، يلا بسرعة أعطينا العرضية والتوزيع، الرأسية موجودة، وجول جول 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 جول. رسمة تكتيكية فنية بأقدام محمد أبو تريكة والتوزيع في المساحة الفاضية، صعود من هناك من الجهة اليسرى والسجود كالعادة الليق وصعود من الجهة اليسرى من جناوي، يوزع كرة تأتي في طبق من فضة، من هناك يصعد من صنع الكرة وصنع الفرحة هنا وهناك في مصر، محمد أبو تريكة الوزن الكبير والفتى الذهبي والرجل الذهبي للكرة المصرية، يصعد الملايين برأسية عالمية تسكن في الشباك الإيفوارية وتهتز لها الصيحات والجماهير منتخبنا الجماهير المصرية. كرة ترجع 1-0، إن شاء الله يعني نضعف النتيجة، هذه النتيجة ربما هذه المراوغة من جراد الماكس، ليس هناك شيء بصراحة، ليس هناك ضربة جزاء، يعني فما مخالفة سحب خارج كوكواسي جيرفي، صعب كرة ويسجل هدف التعادل، وهدف مقابل هدف عن طريق ركلة جزاء لم يرها إلا حكم المباراة. على كل حمد الشيخ يقول أن ضربة جزاء، ولكن التحام كان عادي، التحام كان بسيط، التحام شرعي في كرة القدم. رامي ربيع وفرصة خطيرة والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري، باهتة دفاعية تأتي بهدف ثاني يعطي الأسبقية للمنتخب الإيفواري. ليس هناك تسلل، وبدون رقابة، بدون رقابة اللاعب